والسماء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة أن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأخوات، مع برنامج تغنى ورتل، هذا البرنامج القرآني الجماهيري الذي نتعلم فيه شيئا من كلام ربنا سبحانه وتعالى. هذا البرنامج الذي نستقبل فيه اتصالا من أبنائنا وبناتنا، هذا البرنامج الذي نتكلم فيه عن بعض الآداب النبوية، بعض الآداب القرآنية، بعض المناهي التي نهانا الله سبحانه وتعالى عنها، بعض الأوامر التي أرادها الله سبحانه وتعالى في قرآنه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من عباده. هذا البرنامج الذي نتعلم فيه الثوابت وأمور العقيدة، نتعلم فيه القرآن. وكعادتنا وفي بداية كل لقاء، أول ما نبدأ به تلاوة القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك. تبتغي مرضات أزواجك. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والله مولاكم. والله مولاكم. وهو العليم الحكيم. وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نباها به قالت من أنباك هذا؟ فلما نباها به قالت من أنباك هذا؟ فلما نبأها به قالت من أنباك هذا؟ فلما نبأها به قالت من أنباك هذا؟
نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. 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 وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. والملائكة بعد ذلك ظهير. والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات. قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات. قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات. تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. تائبات عابدات يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا يعصون
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. إنما تجزون ما كنتم تعملون. إنما تجزون ما كنتم تعملون. طبعا إخواني ستوضع يعني بعد قليل أو هي موجودة الآن أرقام هواتف البرنامج، فمن أحب أن يتصل من أبنائنا وبناتنا الصغار فليتصل حتى نستمع إلى القراءة الطيبة من أبنائنا وبناتنا. اقرأ يا مصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم تغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ما شاء الله قراءة جميلة يا مصطفى. اقرأ يا صهيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا
ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ما شاء الله، قراءة جميلة يا خايب. اقرأ يا عوض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صاف ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. اقرأ بهدوء يا عوض، اقرأ بهدوء. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور.
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. أيها الإخوة الأخوات، هذه أيام مباركات الله سبحانه وتعالى جعل فيها الأجر العظيم والخير الكبير لمن اغتنمها ولمن عمل بها ولمن أطاع الله سبحانه وتعالى جل في عالي سماه. أيها الإخوة الأخوات، كما ذكرنا في الحلقة الماضية أن الله تبارك وتعالى يحب لعباده الخير، وأن الله تبارك وتعالى يحب لعباده أن يدخلوا الجنة جميعا، ولا يرضى لعباده الكفر. فالله سبحانه وتعالى يجعل بين الحين والآخر مواسم. خرجنا من رمضان، ما أن انتهينا من رمضان حتى الله سبحانه وتعالى فتح لنا أبواب من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. هذا موسم من المواسم أتبعه الله سبحانه وتعالى بموسم آخر. رمضان كان هو عبارة عن موسم لكي يعيد المسلم الحسابات مع ربه سبحانه وتعالى، موسم يتقي العبد به ربه. القضية ما هي قضية صيام وقضية أن يجوع المسلم نفسه فقط، لا، المسألة التربوية أبعد من هذا. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الغاية من هذا الموسم الذي صمنا فيه جميعا بإذن الله تبارك وتعالى، الغاية فيه أن يراقب العبد ربه، أن يتقي العبد ربه، أن يسارع في تقوى الله عز وجل، يحسب حسابات لليوم الآخر، يحسب حسابات لنفسه كيف هو مع ربه سبحانه وتعالى، يحاسب العبد نفسه على ما قصر، ينظر العبد في نفسه. فالله سبحانه وتعالى أراد منا الصيام، ثم بعد ذلك بعدها بأيام ما إن انتهينا من رمضان حتى من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كمن صام الدهر، حتى لا ينسى العبد تقوى الله عز وجل، حتى يبقى مع الطاعة، حتى يبقى مع مراقبة الله سبحانه وتعالى، حتى يبقى مع ربه سبحانه وتعالى أينما سار أينما حل. لأن المراقبة أن تراقب ربك سبحانه وتعالى، وهذا هو الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى يراك، يراقبك، شهيد عليك، مبصر لأعمالك، سميع بك. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن
الله بكل شيء عليم. هذه ثمرة الصيام، ثمرة الأعمال، أن يعي هذا العبد أن الله تعالى مطلع عليه، مطلع على أسراره، على خفاياه، مراقب له في سره وفي علنه. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم فقط يا ربنا. لا، القضية ما هي في حياة الدنيا يراك يسمعك ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، هنالك حساب، هنالك مراقبة لله سبحانه وتعالى. ثمرة هذا الإحسان ونتيجة هذا الإحسان أن تحسن إلى الله عز وجل، أن تحسن، أن تعلم أنك أنه هنالك يوم آخر، أن هنالك يوم تبلى فيه السرائر، أن هنالك يوم تظهر فيه الأعمال والخبايا. معنا غيداء من إربد، تفضل يا غيداء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأكمل سورة طه. أي صفحة يا غيداء؟ 319. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا. يا غيداء، غيداء ارجع عيدي من الأول. من أول؟ أين؟ وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ولا هضما، الضاد هنا لا تقلقي للضاد يا غيداء. ولا هضما. ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. عيد يا غيداء، انظري إلى الآية جيدا. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ولا تضحى، جميل. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم، يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى. عيدي، وعصى. وعصى آدم ربه فغوى. الباء هنا ايش عليها يا غيداء؟
شد وفتحة مفتوحة. عيدي. وعصى آدم ربه فغوى. عيدي. وعصى. وعصى آدم ربه فغوى. جميل. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. صدق الله. ما شاء الله قراءة جميلة يا غيداء، تابعي معنا وابقي على ما أنت عليه. غيداء كانت يعني بدأت معنا منذ شهور، ابتدأت في اتباعا تبدأ بسورة معينة ثم تنتهي منها. القراءة أصبحت أجمل وأفضل بعدما تستمع وتقرأ، أيضا صوتها جميل ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اللهم بارك. أيضا ننصحها بالمتابعة والمثابرة. أيضا معنا زيد الحلواني، تفضل يا زيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدي أشم من سورة البقرة يا شيخ. أي صفحة يا زيد؟ 29. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أن يا زيد اقرأ بهدوء يا زيد. اقرأ علم بهدوء. أعد واقرأ اقرأ بهدوء. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله وأنتم لباس لهن وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهم وابتغوا ما كتب الله فالآن باشروهم وابتغوا ما كتب فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الله الله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تؤتوا البيوت من ظهورها ولكن التاء هنا ايش عليها يا زيد؟ وليس البر بأن تؤتوا البيوت التاء هنا مفتوحة تأتوا البيوت أعد الآية يا زيد وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها
واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين فإن انتهوا فلا عدوان إلا العين إيش عليها هنا ضم فلا عدوان إلا على الظالمين ما شاء الله قراءة جميلة يا زيد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك زيد أيضا يا زيد قراءتك يعني الذي استمع لقراءتك قبل شهور والآن يعلم حقيقة أنها قد تحسنت وصارت أفضل وأجمل وأجود وهذا يدفعنا إلى أن القرآن يأتي من خلال الممارسة والدربة وأن القرآن يأتي من خلال ماذا؟ من خلال الاستماع إلى القرآن كثيرا كثرة القراءة يسقل الصوت تصبح الكلمات سهلة تصبح الكلمات يسيرة تصبح الكلمات الصعبة حتى أحكام التجويد تكون سهلة ميسرة مع كثرة الترداد وكثرة الممارسة كنا قبل هذه الاتصالات نتكلم على أن الله سبحانه وتعالى فتح أبواب الخير وأبواب الأعمال الصالحة لنا حتى يدفعنا ذلك إلى أن نتقيه سبحانه وتعالى وحتى نراقبه سبحانه وتعالى وأن نعلم أننا راجعون إليه سبحانه وتعالى وأننا واقفون بين يديه سبحانه وتعالى ونسأل عن كل شيء عن كل صغيرة وكبيرة فهذه الدنيا إخواني قصيرة محدودة بأجل أيام قصيرة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة هؤلاء الذين عاشوا 60 و70 و80 سنة ومئة سنة يقسمون أنهم ما لبثوا غير ساعة فهذه الدنيا قصيرة الإنسان يأخذ منها الأعمال الصالحة يغتنم هذه الدنيا لأجل البقاء الأبدي عند ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة هذه الدنيا ذاهبة الإنسان يغتنم هذه الدنيا لأجل الباقية الفانية نستثمرها ونغتنمها للباقية ألا وهي الآخرة عند ربنا سبحانه وتعالى حيث نلتقي مع الأنبياء حيث نلتقي ونرى الله سبحانه وتعالى جل في عالي سماء فالله سبحانه وتعالى إخواني بين الحين والآخر يعطينا مواسم يعطينا أيام نعمل فيها من الصالحات ونعمل فيها من الأعمال الصالحات وهذه الأيام خير شاهد الأيام العشر ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل عند الله سبحانه وتعالى من هذه الأيام قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع بذلك من شيء وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه قال فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتسبيح هذه الأيام يكثر العبد من الصلاة يكثر من الأعمال الصالحات معنا لجين الشراري من عمان تفضل يا لجين السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بدي أسمع عمان تفضلي اقرأ يا لجين عما يتساءلون كلا عن النبأ العظيم
الذين الذي يختلفون كلا سيعلمون ألم نجعل ثم كلا فعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. أكملي يا لوجين أكملي. سباتا وجعلنا الليل لباسا. لباسا. جميل. معاشا. لا وجعلنا الليل باتا. وجعلنا النهار معاشا. جميل. لباسا. وبنينا فوقكم سبعا لباسا. ما شاء الله جميل، قراءة جميلة وعلى صغرها وعلى والدك موجود يا لجين؟ أعطيني إياه أتكلمه. السلام عليكم ورحمة الله. كيف الحال؟ الله يحفظك يا أهلا. سلام، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. عمرك الله يجزاك الجنة. سكان أي ما تعرفنا، عرفنا على نفسك أولا. أنا أبو بشير جمال الشراري من ناعور. من ناعور، حياكم الله. حياكم الله شيخنا، الله يجزاك. أولا نشكرك على تربية ابنتك لجين، هذه التربية الصالحة أن تعلمها من الصغر القرآن، وإكراما لك ولابنتك الصغيرة. ليس الجمعة القادمة، الجمعة القادمة عيد، الجمعة التي بعدها. نعم. إكراما لك ولابنتك تكون ضيف معنا في نهاية الحلقة إن شاء الله، على المباشر. فضع تليفونك يعني عند الإخوة في الكنترول حتى نتصل معك ونرتب معك فيما بعد. ألو. إن شاء الله. كم هو يعني كم يفرح الإنسان عندما يستمع لبنت صغيرة صغيرة السن تقرأ هذه القراءة. نعم هنالك بعض الأمور، وهذا لأنها لا تعرف لا تقرأ ولا تكتب ولا، إنما هذا نتيجة الاستماع. كم يفرح الإنسان لهذا الأمر عندما يستمع لهذا الأمر، وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن الإنسان يتعلم، وعلى أن الإنسان يعني كلما تدرب كلما كان أفضل وأحسن في قراءته. معنا جلال الشراري أيضا. لا يبدو هذا والد البنت كذلك. إذا نرجع نقول إنه الله سبحانه وتعالى فتح لنا هذه الأبواب الخيرة في هذه الأيام العظيمة، فيكثر الإنسان من الأعمال الصالحات ومن الأعمال الكريمات، وأولى هذه الأعمال التي يقوم بها الإنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، التوبة، التوبة الصادقة، يعزم على أن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى ويتوب إليه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يتوبوا إليه وأن يرجعوا إليه وأن يؤوبوا إليه وأن يرجعوا إليه سبحانه وتعالى. هذه الأيام من أفضل الأعمال إليه سبحانه وتعالى أن يتوب العبد من المعاصي والذنوب ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أخي المسلم، ما من عبد إلا وله أخطاء، ما من إنسان فوق الخطأ أبدا، ما في معصوم بعد الأنبياء، الأنبياء هم الذين عصمه الله سبحانه وتعالى، أما بقية البشر فإنهم يخطئون. هذه الأخطاء التي تقع من البشر، تقع من هذا وذاك وما أشبه، لابد لنا أن نتوب إليه سبحانه وتعالى ونترك هذه الذنوب ونترك هذه المعاصي ونترك هذه الأمور التي اقترفناها ونرجع إليه سبحانه وتعالى. إذا من أعظم الأمور التي نقوم بها في هذه الأيام التوبة الصادقة، التوبة النصوح مع الله سبحانه وتعالى، أن نتوب إليه سبحانه وتعالى جل في عالي سماه. أيضا أيها الإخوة والأخوات، أن نعزم على أن نغتنم هذه الأيام بصدق. كثير من الناس قبل هذه الأيام يعزم العزم الشديد الأكيد على أن يرتب نفسه إلى أن يقوم في هذه الأيام بأعمال صالحة من صيام
من أعمال وما أشبه. معنا خديجة حسن من عمان، تفضلي يا خديجة. عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا خديجة. تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون ويوم يدعون إلى نار يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يوم يدعون إلى نار جهنم يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. جميل. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون لوها تصبروا أو لا تصبروا أو لا تصبروا أو لا تصبروا مش أو لا تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ما شاء الله قراءة جميلة يا خديجة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك يا خديجة إلى ما يحب ما يرضى. معنا محمد توفيق من معان، تفضل يا محمد. يبدو أن الاتصال قد انقطع مع الأخ محمد، يعاود الاتصال معنا. كنا نتكلم على أن كثير من الناس قد جهز نفسه للعمل الصالح، للصوم، للعبادة، للذكر، وقطع نفسه مع الناس إلا فيما يرضي الله عز وجل، مع صلة أرحامه، مع الأقارب وما أشبه. نتيجة إيش؟ يريد أن يغتنم هذه الأيام في الأعمال الصالحات، يستثمر هذا في الدعوة إلى الله عز وجل، يغتنم هذا في الأعمال الصالحات. كثير من الناس عزم على هذا، وهكذا المسلم يجب عليه أن يغتنم هذه الأيام بالأعمال الصالحة، يغتنمها بالصلوات. وكنا قد ذكرنا في الجمعة الماضية وذكرنا عن الصلاة وكيف يصلي الإنسان والواجب عليه أن يفعل وما أشبه. معنا أيها الإخوة الأخوات عبر الهاتف الأستاذ محمد خشان، وهو باحث وداعي إسلامي، باحث في العلوم الشرعية. أهلا وسهلا فيك وبك فضيلة الأستاذ محمد خشان. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. يعني معنا أيها الإخوة الأخوات كما ذكرنا عبر الهاتف الأستاذ محمد خشان، وهو داعي إسلامي وباحث في العلوم الشرعية. أهلا وسهلا بك فضيلة الأستاذ محمد. حياكم الله شيخ أيمن، ويا مرحبا بكم، وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يبارك في جهودكم. صدقا سعدنا بهذه المداخلة وسعدنا بسماع صوتك، ونسعد كثيرا بلقياك أستاذ محمد. جزاك الله خير شيخ أيمن، ونحن كذلك. الله يحفظك. جزاك الله خير، بارك الله فيكم. الله يحفظك أستاذ محمد. نريد يعني منك كلمات وجيزات في قضية الأعمال الصالحات وفضل أيام العشر من ذي الحجة. نعم. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. حقيقة شيخ أيمن أن الكلام عن العشر كلام له شجون. نعم. وهذه الأيام المباركة الطيبة الفاضلة ينبغي على كل مسلم أن يستغلها وأن يستثمرها. نعم. وحقيقة يحتاج العبد بين الحين والآخر إلى محاسبة نفسه وتجديد الإيمان في قلبه. نعم. تجديدا يعيد إلى القلب الخشوع والخضوع وحسن الإقبال على الله عز وجل. نعم. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم، أي إن الإيمان لا يبلى. نعم. قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وحقيقة شيخ أيمن، أعظم فرصة كي يجدد العبد فيها إيمانه ويصرف ركام الغفلة عن قلبه، نعم، أن يقبل على الله عز وجل في هذه المواسم، في هذه الأيام المباركة الطيبة. نعم. فنحن نعيش أياما مباركة هي أيام العشر من ذي الحجة. نعم. خصها ربنا سبحانه بخصائص وجعل فيها من الفضائل الشيء الكثير. نعم. من خصائص هذه الأيام التي يشتاق لمثلها أهل الإيمان أن الله تبارك وتعالى قد اختارها واصطفاها وجعلها أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. فالله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار. نعم. دل على هذا الأصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه العشر، قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. هذا الحديث شيخ أيمن وإن كان في إسناده ما قال، ولكن يشهد له قول رب العزة والجلال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فسر ابن عباس وجماعة من الصحابة والسلف هذه الأيام المعلومات بأنها أيام العشر من ذي الحجة. وثبت عن جابر أيضا بإسناد صحيح أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا العشر. وحقيقة ينبغي أن نقف عند مثل هذه الأحاديث. قال: أفضل أيام الدنيا العشر، قيل: ولا مثلهن في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه في التراب، أي إلا رجل قد مات مجاهدا في سبيل الله. أينا. لذلك الذي عليه المحققون من أهل العلم أن أيام العشر من ذي الحجة عن النهارية في نهارها هي خير وأحب إلى الله عز وجل من أيام العشر الأخيرة من رمضان، لأن فيها يوم النحر. وليالي العشر الأخيرة من رمضان هي خير وأحب إلى الله تبارك وتعالى من ليالي العشر من ذي الحجة لعظم شأن ليلة القدر. طب لحظة واحدة محمد، هذه النقطة قد تكون تشكل على الناس، يعني لو، نعم، تفصل فيها بهدوء أخي محمد، يعني قضية الليل، نعم، الليل والنهار. نعم، النهار من العشر من ذي الحجة، نعم، أي من فجرها إلى غروب شمسها. جميل. هذه الأيام أفضل عند الله تبارك وتعالى. جميل. من أيام العشر الأخيرة من رمضان. جميل. من أول شروق شمسها أو من شروق فجرها وطلوع فجرها إلى غروب شمسها، ذلك أن في أيام العشر من ذي الحجة، نعم، يوم النحر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. نعم. وأما بالنسبة لليالي فإن ليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل وأجل وأعظم عند الله تبارك وتعالى من ليالي العشر من ذي الحجة، والسبب أن في تلك الليالي، أعني ليالي رمضان، ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر كما قال رب العزة والجلال. نعم. أيضا من فضائل هذه الأيام شيخ أيمن، وفضائلها كثيرة، أن الله تبارك وتعالى أقسم بها، حيث قال رب العزة والجلال: والفجر وليال عشر. والذي عليه جمهور أو الذي عليه جماعة من أهل التفسير أن المراد بالليالي العشر هي ليالي العشر من ذي الحجة. أيضا كما أن هذه الأيام أيام مباركة ولياليها كذلك ليالي شريفة، لأجل هذا جعل الله عز وجل العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى، جعل الله العمل الصالح فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من العمل في سائر أيام الدنيا. والحديث المشهور الذي يسمعه كثير من الناس الذي أخرجه البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. أيضا من فضائل هذه الأيام المباركات أن الله جل وعلا جعلها أياما تجتمع فيها أمهات الطاعات. ففي هذه العشر، نعم، الصلاة النفل، وكذلك فيها الصيام صيام النفل، وفيها الحج، وفيها الذكر لله تبارك وتعالى، وفيها الذبح ذبح، نعم، الأضاحي، وغيرها من العبادات والطاعات الجليلة الشريفة التي لا تكاد تجتمع إلا في مثل هذه الأيام المباركة الطيبة. أختم بفضل من فضائل هذه الأيام، وهو أن هذه الأيام فيها حج بيت الله الحرام.
حج بيت الله الحرام في هذه الأيام، حيث اختص الله سبحانه وتعالى هذه الأيام فجعلها موسما لحج بيته الحرام. ومن أيام حج بيته الحرام أو من مقدمات حج بيته الحرام أو من مناسك أيضا حج بيته الحرام أن في هذه الأيام يوم عرفة، وهذا يوم عظيم شريف جليل. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. قالت وإن أو قال عليه الصلاة والسلام: وإنه ليدنو، أي سبحانه وتعالى، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يباهي بأهل عرفات ملائكة السماء يقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا. الدعاء في يوم عرفة، شيخ أيمن والكلام للإخوة المستمعين جميعا، الدعاء في يوم عرفة دعاء شريف جليل كريم على الله تبارك وتعالى. إذا قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اختلف أهل العلم بهذه المسألة، أختم، اختلف أهل العلم في فضل الدعاء في يوم عرفة، هل هو خاص بأهل الموقف موقف عرفات أم هو عام لكل الناس من المسلمين في الأمصار؟ والصحيح أنه عام لكل الناس، وهذا مذهب ابن عباس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختاره من الأئمة الإمام أحمد عليه رحمة الله. وظننا بالله تبارك وتعالى حسن ألا يحرمنا فضله وكرمه وأن يشملنا بعفوه ورحمته سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. سعدنا بك فضيلة الأستاذ الشيخ محمد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك. إخواني وأخواتي، سعدنا بهذا هذه المداخلة وهذا الاتصال المبارك الميمون من فضيلة الأستاذ محمد خشان الذي أتحفنا في هذه الكلمات النيرات الوجيزات، هذا الكم الهائل من المعلومات الطيبة. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ونواصل. فبقوا لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إن الله سبحانه وتعالى فتح للعبد المؤمن هذه الأبواب الخيرات حتى يرجع إليه سبحانه وتعالى، وحتى يعمل من الصالحات، حتى يلقى الله سبحانه وتعالى بأعمال كالجبال. والله سبحانه وتعالى ختم هذه الأيام لهذا العبد المؤمن الذي يعمل الصالحات بيوم عرفة، هذا اليوم العظيم الذي من صامه كفرت له سنة ماضية وسنة آتية، كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن صيام يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. فالله سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يلقوه بحسنات طيبات، ويريد من عباده أن يرجعوا إليه سبحانه وتعالى. وهذه الأيام إخواني هي أيام توحيد، الحج كله توحيد. الذي حج بيت الله الحرام يعلم هذه الحقيقة، أن الحج كله توحيد، الصيام كله توحيد، هذه الأيام المباركات الأعمال الصالحة يشعر العبد وهو يعمل فيها وبها بتوحيد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى الأحق بالعبادة سبحانه وتعالى جل في عالي سماه، هذا الإله الذي يجب علينا أن نعبده، هذا الإله الكريم الذي يجب علينا أن نعبده حق العبادة، هذا الإله الكريم الرحيم الصبور الذي يرى عبده على المعصية ثم يمهله السنوات الطوال، فإذا رجع إليه عفى عنه وغفر له. انظروا إخواني، العبد يعصي ربه سبحانه وتعالى سنوات طوال، والله سبحانه وتعالى صبور عليه، فإذا تاب إليه واستغفر ولو في دقيقة واحدة، قال: اللهم اغفر لي، عدت إليك، تبت إليك، وكان صادقا،
لمجرد أنه قال هذه الكلمة أن يتوب إليه وأن يستغفر وكان صادقا مع الله عز وجل، غفر له ما تقدم من ذنبه من الأعمال السيئات. معنا يوسف جمال من عمان، تفضل يا يوسف. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دخل صوت الفجر. تفضل يا يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر في الواد بالواد، وفرعون في الأوتاد الذين طغوا في البلاد، هل فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك فوق عذاب، فصب عليهم ربك فوق عذاب، إن ربك بالمرصاد، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا يحض على ولا تحاضون على طعام المسكين تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، جميل، أيومئذ جهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له، جميل، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلوا في عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يوسف. نعم. أنت يوسف ملتحق في دار القرآن في المسجد مثلا؟ أي نعم. أريد منك يا يوسف أن تبقى في دار القرآن وتلتحق في دار القرآن وأن تبقى فيها. صراحة يوسف قراءتك طيبة، حتى الأخطاء التي وقعت فيها مباشرة أنت تستدرك الخطأ، وهذا يدل على إيش؟ هذا نوع من الإتقان أيضا. إذا وقع الإنسان في الخطأ يستدرك الخطأ، هذا نوع من الإتقان أيضا أخي يوسف. فلذلك يوسف نريد منك يا يوسف أن تبقى في دار القرآن وأن تتواصل معنا أيضا في الحلقة القادمة. جهز نفسك، اقرأ سورة معينة، تدرب عليها، قم على إتقان هذه السورة، ثم اتصل معنا حتى نرى ونستمع إلى القراءة الطيبة. سعدنا بك يا يوسف. تفضل يوسف. يبدو أن الاتصال قد انقطع. كنا نتكلم إخواني عن أن الله سبحانه وتعالى جعل في نهاية هذه الأيام يوم عرفة، يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الآتية كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالمؤمنين. فحري بنا أيها الإخوة والأخوات في هذه الأيام أن نجتهد وأن نثابر وأن يعني يبتعد الإنسان عن الملهيات في هذه الأيام. الملهيات كثيرة كثيرة جدا، يبتعد هذه الأيام عما يلهيه عن طاعة الله تبارك وتعالى. الملهيات بشتى أنواعها، يطيع الله عز وجل، وذكرنا من أعظم الأمور التي يلقى الله سبحانه وتعالى بها في هذه الأيام أن يتوب وأن يصدق التوبة
مع ربنا ومع إلهنا سبحانه وتعالى جل في علا. معنا أيها الإخوة والأخوات عبر الهاتف الأستاذة ألاء محمد موسى وهي مرشدة نفسية. أهلا وسهلا بك فضيلة الأستاذة ألاء. أهلا وسهلا فيك سيد الشيخ. حياكم الله أستاذة ألاء. يعني كونك أنت أستاذة في الإرشاد النفسي وهذا ينفعنا في قضايا كثيرة ألا وهي ما دور القرآن وهل للقرآن دور العظيم النفسي والتربوي كونك أنت مرشدة نفسية مثلا وأنت تختلطين في الأولاد الصغار وتختلطين في الأسر هل وجدت أن للقرآن الأثر التربوي النفسي على الفرد وكذلك على الأسرة؟ تفضل يا أستاذ ألاء. في البداية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية قبل ما أحكي إشي بس بشكر قناة الحقيقة الدولية وبشكر إدارة البرنامج والقائمين عليها على حسن الاستضافة والمداخلة اللي رح تقدموها إلي. بيقسم السؤال اللي أنت سألتني يا فضيلة الشيخ إلى قسمين. الشق الأول من السؤال هو الأثر التربوي والشق الثاني من السؤال الأثر النفسي. نحن نعلم أن القرآن الكريم منهج حكيم وميسر في أمور البشرية، فمن خلال هذا المنهج نستطيع القول أنا لخصت المنهج التربوي بكم نقطة حتى أن يكون سهل على المشاهدين أنه يعرف إيش هي النقاط الرئيسية. أول نقطة هي القرآن الكريم بيحفظ الأوقات وبيستثمرها. سبحان الله إن كيف رب العالمين نظم الليل والنهار، فرب العالمين نظم حياتنا، حياة البشرية نظمها، فإحنا لما نقرأ القرآن الكريم ويكون في هناك حس قرآني بالبيت بيكون عم بساعد الطفل على إنه ينظم وقته، يحسن تنظيم الوقت بشكل جيد. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية زيادة الإيمان، وإحنا نعرف إن زيادة الإيمان حكى عنها رب العالمين في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هاي النقطة الثانية اللي كثير مهمة نحكي عنها. زيادة الإيمان بالبيت بيعمل على زيادة الحب والاستقرار النفسي عند الأطفال، فهذا الإشي بيصير يساعد الطلاب أو أفراد العائلة نفسها على التماسك، على التماسك. وهنا كتير مهم إن نحكي إنه الأسر تكون متماسكة. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة اللي هو التميز من حيث يميل الفرد بشكل عام إلى التميز. كيف بيتميز؟ بيتميز الطفل في داخل أسرته من خلال أقواله وأفعاله، فتجد عليه سمات أن الطفل المؤدب الخلوق الصالح لديه حسن التربية، فهاي الأشياء كلها بتكون مبينة على سلوك الطفل. ثاني إشي أو رابع إشي عفوا اللي هو الإحسان في التعامل والسلوك. كيف الإحسان في التعامل والسلوك؟ حيث يعكس أثر القرآن الكريم على الفرد، حيث يعكس أثر القرآن الكريم على الفرد حفظ حقوق الناس والمسامحة في البيع والشراء. قال الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإحنا السلوك كثير مهم عنا إحنا كأفراد عائلة كأفراد أسرة كثير مهم إن نتعامل مع سلوك الطفل، لأن السلوك يقسم إلى قسمين. السلوك الظاهر والسلوك الباطن. السلوك الظاهر اللي هو ما بيكون الفرد بتصرفه وبيكون ملاحظ أمام الآخرين، والسلوك الباطن اللي هو السلوك اللي إحنا ما نقدر نشوفه بيكون من خلال أفكار الفرد. على يعني أيضا هناك عديد من الأمور مثل تحصيل الحياة الطيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ورب العالمين كمان سهل لنا طريق الخير والصحبة الصالحة، حيث يجتمع المسلم مع أخاه المسلم على ذكر الله وتفرقا على ذكره، ويكون أحد سبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فهذا من هذا الناح أو من هذا المنهج التربوي، فإحنا كثير بنركز على أطفالنا بهذا المنحنى، لأنه الأم هي التي تربي، الأم هي المدرسة، فيجب أن تعد جيل صالح. ومنهج القرآن الكريم والسنة النبوية كثير مهمة إن نربي أولادنا عليها.
هاي من ناحية الشق الأول من السؤال. الشق الثاني فضيلة الشيخ صفاء، الشق الثاني اللي هو بيحكي عن الأثر النفسي. القرآن الكريم أثر كبير على النفس، فهو يحقق السكينة والطمأنينة، ويعتبر قراءة القرآن الكريم من ملاء، قراءة القرآن الكريم ملاذ لمن ضاقت به الدنيا وتعرضوا لمشاكل نفسية، حيث قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حيث أصبح القرآن الكريم، حيث كان وأصبح وما زال وسيبقى القرآن الكريم علاجا لكثير من حالات النفس وغيرها من الأمراض الجسدية والنفسية. القرآن الكريم بيطهر النفس من الرذائل والمعاصي، ولكن هناك بعض النقاط المهمة مثل صفاء الذهن. إن إحنا نحكي عن الجانب النفسي، فإحنا نحكي عن جانب حسي، يعني هون ما بيشعر فيه إلا الفرد نفسه. نحكي عن صفاء الذهن، عن قوة الذاكرة. وسبحان الله، يعني بتلاحظ يا شيخ إنه لما يكون هناك الأطفال اللي بيحفظوا القرآن الكريم وبيستمروا على حفظ القرآن الكريم، بتلاحظ عندهم قوة في الذاكرة، بعد انه بيسترجع الامور والاحداث والمواقف بصور دقيقه، لانه القران الكريم بيساعد على تحسين الخلايا اللي في الدماغ حتى يكون الطفل او الفرد بيسترجع اموره بطريقه سلسه وسليمه. وبيعمل كمان على الاستقرار النفسي والفرح والسعاده والقلق، بنجنب احنا القلق والحزن. وبيعطينا القران الكريم اللغه العربيه والخطاب والفصاحه، بتلاقي الطفل يعني عنده قدرة على الخطابة وعلى على الخطابة بشكل يعني واضح وبشكل صريح، يعني بتحس انه لهجته قوية قوية بمعنى الكلمة، يعني بتحس انها الكلمات ثقيلة وموزونة. وايضا هناك بيساعد على بناء العلاقات الاجتماعية وثقة بالنفس، وايضا تطوير مدارك الاستيعاب والقراءة والفهم والاحساس بالقوة والهدوء النفسي والثبات. طبعا هناك ايضا من السؤال الثاني انه عن الشخصيه. الشخصيه كثير مهمه في حياه الطفل، بس قبل ما نحكي عن الشخصيه بدنا نعرف الشخصيه. ايش هي الشخصيه؟ الشخصيه هي مجموعه من الصفات الجسميه والعقليه والانفعاليه والاجتماعيه اللي بتتفاعل مع بعضها البعض، منها بيكون جزء منها موروث ومنها جزء مكتسب. واحنا كونا دين الاسلام فاحنا هي موروثه فينا، موروث لان احنا انخلقنا على الفطره، على فطرة الإسلام، واللي مكتسب اللي إحنا بنعلمها لأولادنا عن طريق الدين، عن طريق القرآن، عن طريق السنة النبوية. هاي هي الشخصية الإنسانية اللي بتكون منها. وبعدين قراءة القرآن الكريم يؤثر على سلوك الفرد وشخصيته، لأن الشخصية نتاج لثقافة الإنسان من تجارب ما يقرأه وما يسمعه. ما أنا آسفة يا شيخ على الإطالة، بس حابة أختم إنه لازم نتمسك بالقرآن الكريم والمحافظة على تلاوته، حيث يؤثر إيجابا على شخصية الإنسان، بيرفع النظام المناعي لديه، وبيحميه من الأمراض، بيقيم الأمراض، بتساعده على النجاح واتخاذ القرارات. وأيضا هو طريق للإبداع والقيادة والسعادة. وفي النهاية نسأل الله أن يجعل القرآن الكريم شفاء لما في صدورنا ونورا لنا في الدنيا والآخرة. لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نشكر الأستاذة آلاء محمد، وهي أخصائية مرشدة نفسية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تقبل منك هذه الكلمات الطيبات. إخواني، يعني الشيء الذي أخذناه من الأخت ألاء والأستاذة ألاء أن كثير من الحالات النفسية سواء في الأسر أو في عبر الأفراد لم يكن لها علاج إلا من خلال القرآن ومن خلال التدين. وهذا أيضا يعني هذه كلمات أن نستمع إليها من أخصائية مرشدة نفسية، أن كثير من الحالات لم يوجد لها علاج إلا من خلال القرآن ومن خلال العلاج بالقرآن أو من خلال تعلم القرآن والعودة إلى الله عز وجل، فهذا شيء جميل أن نستمع إليه. إخواني، إن النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا نتحدث قبل هذا الاتصال أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن يوم عرفة هو يوم عظيم، يوم مبارك، يوم يكفر الله تبارك وتعالى فيه الذنوب والمعاصي، يكفر سنة سابقة وسنة آتية، سنة ماضية وسنة آتية. فحري بنا أيها الإخوة الكرام أن نرجع إليه سبحانه وتعالى، وأن نتوب وأن نغتنم هذه الأيام
فإلى لقاء آخر، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنيناها بأيدي وإن